أربي وإما مرتني هاد المرت لا تا السلام عليكم يا كلاب اش اخشى بغيت تقرا عاقبتي هنا بغيت الحق يا كلاب انا امرت واش غتزيد تمرطني ليا يا حصح اش عندك اصاحبي حنا جينا نطلو عليك واش شارب طلل عليا واش يديرك تبقاش تطلل علي انت لا باينه ماشي تشفافيه انتي لا شاقا شاتي هكا تجي من هذاك البالان وكدا بالان ماشي تطلع على القرد شكون فتح لك الباب العربي لا ما خلينا بشكون فتح لك الباب واش مشيتي عند الطبيب مشيت وشنو قال لك قال لي خصك تبقى بوحدك ما يجي بالك حتى شي واحد واللي خرج لك انت وبطاطا عليه مزيانة سخانة وبصل مزيانة مع بطاطا فين جاب الطبيب جا في السوق شوقو خاوي هيدا اذا انا جايد على الطبيب اخي شاهد ما جلدك بالبالة وفتح لك الباب اخي العربي ما خلينا الباب اخي شاهد دابا تجينا شنو كيحرق انا كيحرقني راسي باش بصدع اخي شاهد كنبغي نقول لك زعما المرت ما خصكش تقول شنو خصك توقف له انا ما كنسكلو ما وقف له انا لا عزلو كنبغي نشرح لك اخي شاهد المرت الا جلستي له كيتعطل تينا غتعطل زعما انا المرت اخي شاهد كنت خوفان نمشي عند الطبيب اخي نهار علاش اخي شاهد ويقول لك اعمل العمليه ونموت في وسط العمليه تبقى الوالده طلعه طل ما حكي تسبت العمليه لا ما عمليه استشهاديه اخي شاهد انا اول مره مشيت عند الطبيب قال لي خصك تحلل الدم دابا الدم ديالي حرام ما كنقولش صافي اخي شاهد لا حايل اخي العربي غير بنادم ما كيفهمنيش وعاد الطبيب قال لي ما تبقاش تعصب عصب لي بهاد الهضره ما تبقاش تمشي لعندو الحاجه اللي عاد عرفت بك كامله حيد منه دابا تجي لي اخي شاهد اصلا ما قلتليش الا شتيتي عند الطب قلب ديالي كان كيدوق شي دقات ما بتحكيلوش كان الجرد اللي ماشي الساعه بالدق اذا كنت احتجت الدم تعطيني الدم عندي شي حاجه قليله خاي شاهد تقدر تخليك اومبا اجي دابا كنتي ديك البالان كامل شويش دابا الحمد كي بقيتي مزيان شكون اللي فتح لك الباب العربي شكون اللي فتح لك الباب عندك مشكله مع الباب انا غنمشي شويه وي با لا دا راسي بسطية قبل المقلة بسطية مورا المقلة خصنا بسطية مورا العرض الحمد لله السلام عليكم وعليكم السلام شو وليت كيف انت الحمد لله الوالد كيف يبقى الحمد لله الوالد كيف قيل الحمد لله الوالد هذا هو قلب عصب يا الحمد لله كيف انت الحمد لله الوالد صحه مزيانه دابا شويه الوالد راس الدواء الوالد وكيف الحمد لله الوالد شكون جا عندك شي واحد اليوم انا عندي ديك العربي ها ديك العربي وصافي هذا الله عمره سل عليه العيلة هذاك ما خصكش يتفرط فيه اجبرني في السوق ما نتخر وهز لي ميكال كاملين قال لي نديهم لي حتى نبداو برسهم في الكوزينه السخره كانت جبرها بحق واحد بان ما فاي ما عرفش واش خليته في السوق ولا ما في والله ما بقيتش انا قلت له راه بنادم لا يكبر ديك البانه ديالك اه شكون اللي يفتح له هاد الباب هاد العربي شكون